فنظام بورقيبة الذي حكم البلاد منذ 30 سنة خلت، كان محكوما بالتبعية في كثير من سياساته ومواقفه. فلقد شهدت تونس بعد 1956 حوادث ووقائع هامة عبرت عن سياسة التصفية التي واجه بها النظام كل خصومه تقريبا، كمجموعة الطالب الزيتوني واليوسفيين والاتحاد العام التونسي للشغل والتنظيمات السياسية. فبعد أن فشلت تجربة بن صالح الاشتراكية وأدينت اختياراتها وحوكم رمزها، تولى نويرة الوزارة الأولى وجاء ليقطع مع اختيارات بن صالح وليرمي بالبلاد في خضم تجربة ليبرالية رأسمالية مجحفة دون اعتبار البنى العامة للمجتمع والاقتصاد. فاحتدمت الفوارق الاجتماعية وانفجرت الأزمات، ومن أهمها أزمة 26 جانفي 78 900. فكانت النهاية المحتومة لهذه السياسة متمثلة في ذهاب نوير على إثر عملية قفصة 80 900، وجاء مظالي وتواصلت السياسة السابقة إلا في مسألة الحريات والتفتح، حيث رفعت شعارات الديمقراطية في إطار المزايدة والتسابق في الصراع من أجل الخلافة. ولكن لم تمضي 6 سنوات على حكومة مظالي حتى منيت هذه التجربة من جديد بالإفلاس، وشهدت البلاد تدهورا اقتصاديا كبيرا بسبب مواصلة التركيز على القطاعات الهامشية وإغراق البلاد في سياسة التداين الخارجي والرأس المال الأجنبي وتهميش القطاعات الأساسية كالفلاحة والصناعات المعملية. وإلى جانب هذا التدهور الاقتصادي تفشت مظاهر الفساد وسوء التصرف المالي والسياسي، مما أدى إلى بروز أزمة سياسية واقتصادية مستفحلة انتهت بمحاكمة مظالي نفسه. ولذلك فإن تواتر حالات الفشل والخيبة لتجارب النظام التنموية والسياسية خلال أكثر من 30 سنة من الحكم الفردي قد شكل في الأخير قاعدة للمشروع البورقيبي. ولقد واجه النظام هذه الوضعية الحرجة بسياسة الهروب إلى الأمام، فصودرت الصحافة والحريات وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل. لقد كان هذا هو الإطار السياسي لبرنامج حكومة صفر الذي راهن على مواصلة التداين والاقتراض. وعوض أن يعالج النظام المشاكل الحقيقية للبلاد، أراد كعادته البحث عن كبش الفداء، محاولة منه مغالطة الرأي العام وتضليله.